أسعد الله متابعي صدى اف ام في هذا البث المباشر والحصري لمباراة اليوم والتي ستجمع بين فريق الاتحاد وفريق الحرية، وسيكون معنا على التعليق الأستاذ عبد الله مروح معلق التربوية السورية. الاتحاد يلعب باللون الابيض والاتحاد باللون الاخضر الكامل. الاتحاد يبدا باللاعبين 4 نديم عيسى، 6 علي دير بكري، 12 توفيق الصالح، 1 انطوني بكر، 7 فارس الفرة. بينما فريق الحرية 7 محمد موسى، 11 بكري ملحو، 6 تريبريف، 12 ريرفانت جكرجان، و7 محمد موسى. يقود طبعا اللقاء كما ذكرنا الحكام الدوليون سنبدا لهيثم القوجي صفوان سيفو. يقود الاتحاد عثمان قبلاوي، يقود فريق الحريه الكابتن عماد الشبر. محاوله ثلاثيه من فارس الفره بعيد، بدايه ناريه يدخلنا بها فارس الفره في هذه المباراه. اذا ثلاثيه اولى لمصلحه الاتحاد. إذا محاولة من فيليب ظريف، تمريرة حلوة تحت السلة ولكن تقطع لمصلحة إذا سايد وول خضراء. محمد الموسى في الإدخال، محمد الموسى إلى بسام معاز، بيحاول من بعيد ولكن والكرة هوائية. إذا بسام معاز صاحب القميص رقم 15، المحاولة من توفيق صالح، الدخول إلى نديم عيسى بيغير رايه، بيحاول يدخل فعلا بيخترق البيس لاين وبيسدد وبيسجل نقطتين. اذا بدايه اتحاديه 5-0. عم نشوف محمد الموسى بيحاول يرد، محمد بيعمل اختراق حلو بيمرر ليفانج كرجان على 3 بوينت، الكره بترتد والمتابعه من علي ديار بكري الى فارس الفر. اذا متابعينا مباراه سريعه وبدايه حاليا من الاتحاد بخمس نقاط وثلاثية أولى من فارس الفرة. المحاولة من أنطوني بكر بغير رأيه، دفاع قوي كان من بكري ملحو وسايد وول خطأ. إذا خطأ أول على فريق الحرية على اللاعب بكري ملحو. طبعا ذكرنا الحكم الدولي هيثم القوجي وهو حكم دولي سوري عامل في الإمارات العربية المتحدة، يقضي الآن إجازته في سوريا ويقوم بمساعدة الحكام. المحاولة نديم إلى أنطوني بكر مع 3 بوينت من بعيد والإيد اليوم فاتحة يا أنطوني. انطوني وثلاثيتين، شو حتعمل يا عماد شباره؟ كنت عم تحكي على الجود ديفنس اللي حتصير عنده اليوم لفريق الاتحاد. حتى الان اليوم الاتحاد بيفتتح الربع الاول بثلاثيتين. بس معاز هذا اللاعب الشاب اللي بيحاول من جديد لفيليب ظريف، السكرين موجود، فيليب بيحاول الدخول وبيعمل دوران حلو وبيردها لمين؟ موسى. موسى هوب مع 3 بوينت، موسى الكره بترتد والمتابعه، برافو يا فيليب. ولكن انطوني بيخطف الكره، انطوني بيخطف الكره، لازم يكون في تايم اوت يا عماد، لازم توقف اللعبه. وعم بيحاول، وهناك اعتقد خطا حنشوف على مين، الخطا على توفيق الصالح رقم 12، خطا على فريق الاتحاد بالفعل وسايد بول، لكن بالفعل هناك تايم اوت لعماد شباره. حتى الان 8 الاتحاد لا شيء الحريه مع 7 دقائق و41 ثانيه يعني نهايه ربع المباراه الاول. اذا هناك اخطاء بالدفاع على عماد شباره تلافيا. نذكر سريعا لاعبي الفريقين، رقم 6 علي ديار بكري، 1 انطوني بكر طبعا الاتحاد، 4 نديم عيسى، 2 يزن حريري، 15 راس المصري، 12 توفيق الصالح، 7 فارس الفره، 10 سيبو قرجان، 44 دياب شباك، 9 ناظم قصاص، 13 ليث صباره، 5 طلعت برمدوة، 23 بشار الحسن. يدرب الفريق عثمان قبلاوي، المدرب المساعد منير عتال، الاداري صفوان عتيق، المرافق محمد كردي، الطبيب حاتم الصالح، المعالج عيسى
حواء. فريق الحرية سريعا الذي يبدو أمامنا الآن، واحد وسام الآن، أربعة بول في استقجيان، ستة فيليب ظريف، سبعة محمد موسى، تسعة رمان موسى، 11 بكري ملحو، 12 فانت جيكرجان، 14 لؤي إبراهيم، 15 بسام معاز، 35 محمود طنطماني، 91 جان كلزي، 34 أحمد حبش، وثلاثة خالد عثمان الذي لا يتواجد مع الفريق اليوم. يدرب الفريق الكابتن عماد شبارة، يساعده يامن أصالح الإداري الأستاذ عبد الكريم بيبي، ومدير الفريق الكابتن رافع أشرفي. طبعا يراقب هذه المباراة المراقب الدولي الكابتن باكير الوكيل، ويراقبها أيضا الكابتن منتصر عبد الرزاق، لجنة الإحصاء عبد الله صابوني، ضياء الباش، و طبعا رئيس اللجنة كميل شنجي. نتابع هذه الكرة، المحاولة من يرفانت، بكري ملحو بيعمل فيك لمحمد موسى، بيحاول يعمل دوران حلو، بيمرر بكري مع 3 بوينت، بيسدد من بعيد، ولكن الكرة غير ناجحة، الكرة غير ناجحة، والمتابعة اتحادية. نعود إلى حكام الطاولة، غزل الأسود، محمد عبادي، إليس حاموي، وجود كوش كريان، طبعا لكل عمل في هذه المباراة يجب تقديم الشكر له وتقديرا لعمله. المحاولة وهناك خطأ على محمد الموسى، ادخال ادخال من أنطوني بكر، ينطر حبينا نزل بشكل حلو، فائت كرة بشكل حلو لتوفيق صالح، توفيق بيحاول يعمل دوران وبيسدد، ولكن برافو يا بسام يا معاذ اللي بيلم الكورة وبينطلق فيها، ولكن علي ديار بكر لهذا اللاعب المهم الاتحاد القائد الاتحادي بيقطع الكرة. فيليب ظريف، ادخال سايد بول لفيليب ظريف الى يرفانت، عم نشوف المحاولات التبديل بالمراكز، فيليب ظريف بيحاول، الاتحاد حاليا عم بيعمل دفاع مركز داخل المنطقه، بسام معاذ يعمل اختراق وسايد بول، اعتقد هناك خطا، بالفعل هناك خطا، نعطينا الرقم 7 بلوكينج من الرقم 7، اذا خطا على فارس الفره وسايد بول، محمد الموسى على الادخال لفيليب، حيشوط فيليب من بعيد، بالفعل مع 3 بوينت فيليب، الكرة بترتد مع التسديدات غير مركزة، الريباوند علي ديار بكرلي، الريباوند علي ديار بكرلي، وهناك خطأ على محمد موسى، طبعا يظهر أمام الآن، يشير إلى الحكم الدولي سامر الدالي، سامر الدالي عضو إدارة الفرق في نادي حطين ورئيس لجنة الحكام في اللاذقية. نديم عيسى على السايد بول، نديم لعلي ديار بكرلي بكل خبر، علي ديار بكرلي علي لفارس الفرة، عم نشوف المان تو مان اللاعب بيعملوا دفاع الحرية اليوم، بالفعل جود ديفنس حد بعد التايم اوت، واو الكرة بترتد من الرينج من فارس الفرة، كانت محاولة جريئة من فارس، علي من جديد لانتوني بكر، محاولة تدمير الكرة والتسقيط، وتارج تارج بالفعل على اللاعب اعتقد فارس الفرة، 7 تشارج، الحكم الدولي هيثم القوجي هو من يعلن عن هذا الخطأ. المحاولة من بسام معاذ تحت السلة بقوة، بيدخل هذا اللاعب المهم، ولكن الريباوند موجود من توفيق، والهجمة المرتدة، الفاست بريك السريع، توفيق أنتوني بيحاول بهالكرة لتوفيق، هالمرة توفيق لا نديم عيسى، حيساوي جديده ولا لا؟ بالفعل نديم على 3 بوينت بيسدد، والكره بترتد، والمتابعه من توفيق، يلا يا انتون الى علي، انتوني مع 3 بوينت، انتوني والكره مرتده من الحلقه، وبرافو عليك يا فيليب ظريف، بيلم هالريباوند وبيعمل تريب وبينتقل بالكره للمنطقه الاماميه، الترانزيشن كان بطيء نوعا ما، بيدخل حلو منك يا فيليب، برافو. اذا فيليب ظريف يفتتح تسجيل فريق الحريه، وبعد في 5 دقائق و19 ثانيه كثير تاخر الحريه بالتسجيل، اذا 8 الاتحاد 2 الحريه، توفيق صالح بيطلع برا الارك حتى يستلم الكره من نديم، برافو عليك يا فيليب، شو هالستيل الحلو يا فيليب، فيليب بيعمل لف حلو بالكره ولكن بيفقدها، لا بيحافظ عليها،
وبيعمل تمريره حلوه كثير. اذا محمد موسى بيحاول ياخذ على الامان، المحاوله لا زالت عرباويه، والدخول من باكري والاسيست الحلو كثير كان لميل جيرفان جوكرجيان والنقطتين الحلوين. اذا اتمنى الاتحاد اربع الحريه. انتوني فاضي، انتوني بيعمل دخول حلو، هناك خطا على جيرفان على ما اعتقد. ناطر الحكم سامر دل شو حيعمل. بالفعل خطا رقم 12 بلوكينج وتو شوت. اذا تو شوت رميتين لمصلحه فريق الاتحاد لانتوني بكر. اذا حتى الان نقاط الاتحاد، فارس 3 انتوني 3 نديم 2. الاتحاد عمل خمس محاولات الثلاثيه نجح بثنتين، بينما حتى الان نقاط الحريه في عندنا نقطتين ل اعتقد فيليب ونقطتين ليرفانت. اذا بينجح انطوني بكر بتسجيل رميه ثانيه، دفع الفارق 9 للاتحاد مقابل 4 للحريه. المحاولة من فيليب ظريف، اذا سكرين حاضر وموجود والاختراء كمان موجود والهاك شوت. برافو يا فيليب، برافو يا فيليب، بينزل الفارق. اللي على ديار بكر بمرر بشكل حلو لانتوني، السكرين موجود من توفيق، بيعيد لتوفيق، توفيق بيعمل فيك لفارس الفارق مع 3 بوينت اوبن شوت لفارس، ولكن الكرة لا تصل للحلقة وحيازة اتحادية. اذا ثانيه ود من اجزاء بالعشره من الثانيه على نهايه الهجمه الاتحاديه. شو حيعمل علي؟ علي بيسقط بشكل جميل والنقطه الحلوين، جود باس وتسديده مميزه كثير من نديم عيسى. 11 الاتحاد 6 الحريه، محاوله من بسام معاذ، برافو يا بسام، ويحصل على لا اعتقد تشارج، اعتقد تشارج على بسام معاذ. اذا بالفعل خطا هجومي على بسام معاذ، وصل عدد الاخطاء الشخصيه للحريه 5 اخطاء، اعتقد حاليا اي خطا راح يكون في رميتين حرتين. اذا 3 دقائق 41 ثانيه على نهايه ربع المباراه الاول، ربع سريع. ربع سريع حتى الان من الفريقين. اداء الاتحاد حتى الان افضل من الحريه، الحريه بعد توازن، محاوله من اللي نزل جديد نديم يزن حبيبي لاعب رقم 2. عم نشوف بكري ملحو بيسدد من تحت من داخل المنطقه، ولكن برافو الريباوند الهجومي عن فيليب ظريف صاحب الاربع نقاط، بيسقط بشكل حلو لبكري، بكري من جديد حامل حيلعب الكره، بسام معاذ، بسام بيعمل فيك حلو واختراق حلو ونو باسكت، هناك خطا على اللاعب رقم 4. اذا نديم عيسى بلوكينج على نديم عيسى وادخال لفريق الحريق. عم نشوف دخول رمان موسى بدل مين حيدخل، رمان بدل محمد موسى. رمان موسى 22 سنه من اللاعبين صغار سن، كمان عندنا بسام معاذ 21 سنه بفريق الحريه، الحريه اليوم اعمارها صغيره. عم نشوف فيليب ظريف والمحاوله من فيليب، فيليب بيعمل اختراق بيسدد مع الهاي بوست، ولكن المتابعه من توفيق الصالح تحت السله والباس بريك عند نديم. نديم بيحاول يطلب، بيحاول يهدي، لا نديم بيغير رايه، بيدخل بيزلاين، الكره لمين؟ عند علي، علي بياخذ للسكرين من توفيق لا يزن، دخول من يزن والكره ترتد، برافو عليك يا يرفانت بيلم الريباوند ولا حيازه خضراء. رمان
مع الكرة إلى فيليب. فيليب ينتظر المساعدة، باكري من الحق تدوير الكرة على الأرض، لاعبين الاتحاد من لاعبين الحرية. عم نشوف محاولته ليرفان بيسقط، ولكن برافو بإرادته جيد لتوفيق الصالح. ستيل من توفيق والاختراع من علي. علي بالتأكيد بيضيع هيك فرص. 13 الاتحاد 6 الحرية. يلا يا رمان، الكرة مع رمان بيفتش عن زميله بسام صاحب ال 21 سنة والرقم 15. بسام معاز متر 89 سنتيمتر، وهالتسديدة من يرفانت، ولكن الريباوند موجود، الريباوند الدفاعي من انتوني بكر. كرة مع انتوني ليزن من جديد، يزن بعد ما دخل جو اللعبة يزن. توفيق صالح مع 3 بوينت، توفيق الكرة بترتد. عم نشوف برافو يا علي، علي بيوقف على الكرة ولكن الحيادة تستمر خضراء. حتى الآن نقاط فريق الحرية 4 فيليب 2 يرفانت، نقاط الاتحاد 4 نديم 2 نديم. عم نشوف يرفانت، عم نشوف برافو يرفانت، ثلاثية حلوة من يرفانت، برافو. الثلاثية الأولى لفريق الحرية بالمباراة مقابل ثلاثيتين للاتحاد. إذا 13-9 الحرية بنزل الفارق الأقنع. المحاولة من نديم، نديم الاختراق والشارج، الشارج عندي خاطرة مزدوجة، سامي الرجالي وهيثم خوجة بالفعل. شارج عن نديم عيسى صاحب الرقم 4. أيمن. وهالأثناء بيطلب تايم أوت، طبعاً الفارق بينزل لأربع نقاط فقط، وهذا بيستدعي تدخل من عثمان قبلاوي مدرب فريق الاتحاد. إذا الأخطاء الشخصية على فريق الاتحاد، توفيق صالح عنده خطأ شخصي واحد، وخطأين على نديم عيسى، وخطأين على فارس الفرة، بينما الحرية في عندنا خطأ على رقم 11 بكري ملحو، وخطأين على بسام معاذ، وخطأين على محمد موسى. طبعا نحن الآن من صالة نادي الجلاء الرياضية في مدينة حلب، هذه الصالة التي بنيت أو التي تم إعادة تأهيلها بمساعي أبناء نادي الجلاء في المغترب وبجهود مضاعفة من أبناء نادي الجلاء وإدارته في حلب. هذه الصالة التي تخربت بفعل الإرهاب وتم إعادة تأهيلها بشكل كامل من قبل هذا النادي العريق الذي جهز هذه الصالة لتكون لتستقبل البطولات الدولية، واستقبلت هي بالفعل عدة بطولات في هذا الصالة في هذه الصالة. وكما قال لي الدكتور أنطوان عتة رئيس نادي الجلاء أن الصالة الفرعية في نادي الجلاء أيضا سيتم تلزيمها في الوقت القريب لتأهيلها أيضا حتى تكون صالة دولية وتستقبل المباريات بأرضية مناسبة تضاهي الأرضية الموجودة في صالة نادي الجلاء الرئيسية التي نلعب عليها الآن، ومع مدرجات مناسبة لهذه الصالة. طبعا في حين يمتلك نادي الحرية أيضا صالة تدريبية، نادي الاتحاد إلى الآن وهو بطل لكأس الجمهورية ويحمل 17 لقب للدوري و10 ألقاب للكأس، ولا يمتلك صالة تدريبية حتى الآن. صالته التي تهدمت في منذ أكثر من 10 سنوات لم نرى صالة حتى الآن لهذا النادي، رغم أن أعمال البناء انطلقت في الصالة الجديدة للنادي لكنها متوقفة منذ فترة طويلة. الآن إذا يسعنا في اللعب، ومحاولة من فيليب ظريف. فيليب ينتظر المساعدة، بفضل يخترق بشكل جميل وبيسجل نقطتين. حتى الآن فيليب أفضل المسجلين، 6 نقاط فيليب ظريف. 13-11 الحرية بينزل الفارق نقطتين بس قبل 46 ثانية نهاية ربع المباراة الأول. إذا بلوكينج جديد، وتوشات على لاعب أعتقد رقم 11 بكري ملحو على ما أظن، بالفعل على بكري ملحو لا إنما على يرفان جيكرجان. توشات على جار بكري، أول رمية غير ناجحة. طبعا اللوحة الإلكترونية في صالة هذه الجلاء صناعة وطنية، صناعة محلية، نتمنى أن تعمم هذه التجربة على كل صالاتنا الوطنية. علي برافو يا علي، ينجح بتسجيل رقم ثاني. 14 الاتحاد 11 الحرية. ملحو مع الكرة بيدور على المساعدة، بياخذها من بسام عزم. بسام عم نشوف الدفاع المان الاتحادي
قدر يبدل عثمان قبل او ينوع بالاشكال الدفاعيه. عم نشوف باكري تحت السله وواضح الواقف لتوفيق صالح بلم الريباوند. علي علي بدور على لاعب يبدو لا يزال حريري اوبن شوت لا بيغير رايه بس على الميدل والكره تقدم من انطوني باكر. يزن حريري بيحاول بالكره ولكن تنتقل الى فريق الحريه. الدخول برافو بيدافع بشكل جيد انطوني والكره المتابعه ولكن تنتهي زمن الهجمه. تنتهي تقنيه ال 24 ثانيه شايفين 24 ثانيه في صاله نادي الجلاء. اذا ينتهي ربع المباراه الاول متابعينا بتقدم فريق الاتحاد على الحريه 14 نقطه مقابل 11 نقطه. طبعا تحدثنا عن نادي الاتحاد صاحب ال 17 بطوله دوري بكره السله و10 القاب بكاس الجمهوريه وهو حامل كاس الجمهوريه في الموسم الحالي. نتحدث طبعا عن نادي الحريه وهذا النادي العريق النادي العربي الذي يحمل العديد من الانجازات لا سيما على صعيد الفئات العمريه وعلى صعيد السيدات. افضل ترتيب لنادي الحريه كان في موسم 98 كان المركز الثالث. طبعا في منذ موسمين ايضا حقق الفريق الحريه المركز الثالث في مسابقه الجمهوريه وتحت قياده المدرب ايضا عماد شباره. بينما على مستوى السيدات نادي الحريه يحمل 10 القاب للدوري السوري وست القاب لكاس الجمهوريه. اذا نتحدث عن نادي الحريه هذا النادي العريق الذي يعتبر مدرسه ايضا لكره السله في مدينة الحلب ويحمل العديد من الألقاب. بينما على صعيد دوري الناشئين دوري فئة العمرية فيحمل بطولة ناشئي سوريا للمدرب رافع أشرفي الذي هو الآن مدير الفريق وبطولة شباب سوريا أيضا لرافع أشرفي وبطولة أيضا لعدنان العاني وبطولة لعماد شبارة في العام 2018. عماد شبارة طبعا هو مدرب الفريق الحالي. إذا فريق الحرية أو نادي الحرية لديه العديد من بطولات المحلية على الفئة العمرية والسيدات. طاقم حكامنا الدولي وطاقم حكام الطاولة يستحمل جورج كوشكريان محمد عبجي وغزل أسود والسيد المراقب منتصر عبد الرزاق وتبدو أيضا لجنة الإحصاء كميل شنكجي وضياء الباش وعبد الله صابوني والمراقب الدولي الكابتن باكير الوكيل طبعا بعد توجيهات وحوارات مع حكام هذا اللقاء. طبعا الشكر الجزيل للجنة الإحصاء التي زودتنا حاليا باحصائيات سريعه احصائيات الربع الاول بالنسبه لفريق الاتحاد انطوني بكر 4 نقاط نديم عيسى 4 نقاط علي دار بكري 3 نقاط وفارس الفرا 3 نقاط التوتال 14 نقطه فريق الحريه فيليب ظريف 6 نقاط و5 نقاط ليرفانت جوكرجان والعموم 11 نقطة. إذا حتى الآن لاعبين فقط في نادي الحرية هما من سجل نقاط هذا الفريق بينما توزعت نقاط الاتحاد على 4 لاعبين. طبعا الأسيست حتى الآن نديم عيسى عنده 1 أسيست وأسيست لعلي ديار بكرلي وتوفيق صالح إذا 3 أسيست لفريق الاتحاد مقابل 2 فقط لفريق الحرية عبر رمان موسى وبكري ملحو. إذن لحظات وينطلق ربع المباراة الثاني متابعينا متابعي التربوية السورية. نحن ننقل لكم مباراة المباراة الثانية من دور 8 بالدوري السوري للدرجة الأولى. طبعا هو للمحترفين وستيل حلو من توفيق الصالح والسلام دايك برافو يا توفيق دخلنا بجو اللعب سريعا. إذا توفيق الصالح ونقطتين حلوين من توفيق يفتتح فيهم التسجيل في الربع الثاني. 16 الاتحاد 11 الحريه محاوله من رامان موسى قدام لاعب كبير مثل علي ديار بكري بيحصل منه على خطا بنقول له برافو يا رامان. رامان موسى 22 سنه متر و83 سنتيمتر. علي صوتك يلا شباب يلا بعد الحريه ما سجل بالربع الثاني. ايرفانت بيسقط حلو لبسام مع تحت السله وبرافو يا بسام الكره ما بتدخل والفاست بريك لانطوني بكر. انطوني لمين؟ علي علي بيفكر الدخول بالفعل بيخترق علي ويمرر لتوفيق الصالح ولكن المتابعه جود متابعه حلوه كثير من توفيق الصالح ونقطتين عند 1. اذا توفيق بيسجل 4 نقاط بيفتتح التسجيل للاتحاد بالمباراه الثانيه. برافو يا توفيق لازم تعمل شيء يا عماد شبره تحت السله لازم تعزز الناحيه الدفاعيه. وين الجود ديفنس اللي كنا ناطرينه؟ حنشوف مين حينزل بالفعل شايفين رام 14 لؤي ابراهيم لؤي ابراهيم 32 سنتيمتر 39 سنه فينا نقول جبل دفاعي في فريق الحريه.
توفيق صالح على خط الرمي الحرة. توفيق ما بيسجل وريباوند من فيلي. إعادة الحكم الدولي هيثم قوجة يطلب إعادة التسديدة. يبدو أن أحد اللاعبين دخل إلى منطقة الثواني. إذا وان ريباوند يدعو إلى ريباوند هيثم قوجي. التسديد وأيضا ترفض الدخول والريباوند موجود من بسام معاز. برافو يا بسام. إلى رمان. إلى رمان حتى لما شفنا المحاولة الثلاثية بالربع الثاني. وهناك خطأ على يزن حريري. بالفعل خطأ على يزن حريري. الحكم يقعد جنبي. إذا الكرة مع الحرية. المحاولة من فيليب ظريف. فيليب ظريف صاحب النقاط الست حتى الآن لفريقه. واو هناك خطأ هجومي خارج. إذا ناصر يشوف على مين. هيثم القوجة على مين. رقم 11 بكري ملحو. الخطأ الثاني على بكري. عم تشوف دخول لجانكلزي. دخول لجانكلزي بهالأثناء. وخروج لبكري ملحو. طبعا بكري من اللاعبين المهمين. لازم المدرب يستثمر في اللحظات او في الاوقات المهمه من المباراه. المحاوله من انتوني الى يزن حريري. يزن بيحاول ولكن انالكون الجبل اللي قدامه واقف بالفعل بيمنع لؤي ابراهيم من الاختراق. وبيتحصل ايضا على خطا لؤي ابراهيم من يزن حريري. لاعب خبره كثير كبيره لؤي ابراهيم. مثل لاعب الانديه لعب مع الاتحاد مع الحريه مع الجلاء مع اليرموك. اذا لاعب دار على مختلف انديه المدينه في حلب. جان كلزيب بيمرر ل فيليب. جانو فيليب من نفس النادي وبتمريره حلوه كثير كانت لؤي ولكن الكره ما تدخل. يزن حريري بيلعب على السيفتي. انطوني مع الثري بوينت. لا بفضل الاختراق بيدخل بيز لاين وبيعمل دوران حلو ونقطتين حلوين. برافو عليك يا انطوني. نقطه رقم 6 لانطوني. انطون عم شوف الاتحاد عم بيلعب بالكوت بيدافع وبيقطع الكره علي لا نديم ولكن موجود لؤي ابراهيم اللي بيرتكب خطا على ما اعتقد بيرتكب خطا ومن الكره خرجت. ناطر اشاره الحكم الكره يبدو خرجت او لاعب لمس خط الحد الجانبي للملعب. علي علي ديار بكري لاعب الخبره بفريق الاتحاد والقائد الملهم لهذا الفريق الاحمر. يزن حريري اوبن شوت ببدل بعد الدفاع الحلو وبيسدد ونقطتين. برافو يا يزن. يزن بيتجاوز الدفاع. يزن بيتجاوز الدفاع بكل هدوء وثقه وبيسجل نقطتين حلوين. عم نشوف تبديل بتبديلات بفريق الحريه. عم بيدخل بتحضر وسام الاغا صاحب القميص رقم واحد. وسام الاغا متر 84 سنتيمتر 21 سنه دبلوم تربيه رياضيه. بيخرج فيليب ظريف وشفنا بدخول ايضا لبولف استقجيان متر 73 25 سنه. بولف بيلعب على المركز رقم واحد. بيستلم الكره بيخرج طبعا لؤي ابراهيم ليسلم مين ليسلم وسام. وسام بيلعب شويط على 3 بوينت. بسام معاز لا بسام من جديد لا بفضل الاختراق. برافو عليك يا لؤي ونقطتين. اين اذا لؤي بيسجل نقطتين حلوين وبيحصل اند وان. بيحصل على خطا ناطر الحكم الدولي هيثم. شو على مين الخطا يا سجل. اذا نقطتين مسجلات على لاعب رقم واحد وسام الاغا. هولدينج يبدو المهندس الحموي رئيس اللجنه المؤقته لنادي الاتحاد بعد ان تم حل مجلس الاداره منذ يومين بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام. طبعا اللجنه المؤقته الجديده برئاسه المهندس باسل الحموي وهو الاب الروحي والتاريخي للسله الاتحاديه. حصل معه اعتقد 10 لقب من اصل 17. محاوله نديمه من بعيد الكره بترتد وريباوند من بول استخدام. المحاوله من بول لسمعاز. سنعود الحديث طبعا عن نادي الاتحاد وعن ادارته الجديده. بول الكره السكرين حاضر والاختراق الحلوه من بول. برافو عليك ولكن يحصل على خطا. كوشات على مين؟ حكم الدولي سامر الدالي لاعب رقم 12 بلوكينج وتوشات. دخول من جديد عم نشوف تبديل جديد بالاتحاد. بيخرج يزن حريري لا مو يزن حيخرج انطوني بكر ويدخل سيبو قرجان. سيبو قرجان متر 82 28 سنه لاعب مهاري ومميز بيعمل دريب حلو بيعمل
فيك حلو لما بينزل لاعب مشاكس كثير. طبعا الصاله فارغه تماما من الجمهور وحتى من الكوادر الفنيه والاداريه حسب تعليمات اتحاد كره السله. بول يفشل بالتسجيل، لا زال الاتحاد يتقدم 22-13 مع 6 دقائق و53 ثانيه على نهايه ربع المباراه الثاني. توفيق صالح بفضل الاختراق بسعه سيسل. حلو، شو هالكيمستري بين علي وتوفيق وهالنقطتين الحلوين، شو هالكيمستري هاي فعلا، جمله بتاخذ العالم. اذا الاتحاد بيوسع 24-13. بول وسام الاغا، بعد ما شفنا شيء منك يا وسام، ناطرين منك الكثير بالتاكيد. لبسام 4 ثواني على نهايه الهجمه، بيحاول الاختراق، بيعمل اختراق حلو وبيحصل على خطا، بيحصل على خطا، كان دفاع قوي من سيبو. إذا خطأ أول على سيبو قرجان، وسمعاز على الخط الرمي الحرة ما بينجح بأول رمية. طبعا بينزه له الكاميرات أشرفي من بعيد بقول له اثبت اثبت وسدد بهدوء. بسام على الرمية الثانية كمان ما بينجح، وعلي دير بكر اللي على الريباوند. توفيق الصالح من على الهاي بوست بيسدد ما بينجح، والريباوند موجود من بول. الخطأ أيضا موجود، الخطأ موجود مع توشات. أخطاء الاتحاد تجاوزت الأخطاء الخمسة، بينما الحرية حتى لا لم يرتكب سوى خطأين. توفيق الصالح بيرتكب خطأ، لازم يرتاح توفيق على ما أعتقد. توفيق أخطأه كثرت بالفعل، بالفعل توفيق بيرتاح وبينزل مكانه فراس المصري صاحب الرقم 15. فراس المصري مترينه 3 سنتيمتر 37 سنة، من اللاعبين الخبرة اللي التحقوا بفريق الاتحاد حديثا. طبعا فراس وقع على عقد الاتحاد دون مقابل. برافو يا بول، بول بيسجل اول رميه، نقطه 24-14 لمصلحه الاتحاد، فارق 10 نقاط. الربع الاول كان انتهى بفارق 3 نقاط للاتحاد. بول ما بينجح والريباوند عند فراس المصري. فراس المصري بيعمل اختراق وبيسدد، بيعمل تمريره حلوه لسيبو. سيبو لاعب نديم، نديم من بعيد بياخذ خطوه وبيسدد الكره غير مركزه. واو برافو عليك يا سيبو، سيبو بيلم الريباوند الهجومي وبيمرر بشكل حلو لمين؟ الكره عند يزن الحريري، الهجوم من علي، علي بيعمل اختراق حلوه يا تعرض. شو ناطر الاشاره من الحكم؟ لم استطع مشاهده الحكم، يبدو عن مخالفة مشي اعتقد. اذا بالفعل هي مخالفة مشي على علي ديار بكر لي. وصايبه لمصلحة الحرية. مشاركة من جديد لمحمد موسى صاحب الرقم 7. محمد سنتر 85 سنتيمتر 25 سنة. لاعب موزع ملهم ومؤثر كثير بفريق الحريه، لما بيكون رايه محمد موسى فريق الحريه بيكون غير شكل. اذا وسام، وسام بيعمل اختراق حلو كثير ولكن يحصل على خطا. برافو يا وسام. علي دير بكري بيرتكب فاول. علي دير بكري الخطا الثاني على علي. علي بيترك مكانه لانتوني، انتوني صاحب القميص رقم 1 متر 94 26 سنه. وسام الاغا على خط فري ثرو. وسام ما بيسجل. 24-14 الحقيقة يبدو متوتر نوعا ما، عنده اهدار كثير للرميات الحرة. الرمية الثانية لا ما بيسجل، كمان ما بيسجل. إذا حتى الآن المسجلين بفريق الحرية فيليب ظريف سطير، باند 5 لو أي 2، وبول 1، بينما بالاتحاد توفيق 4، علي 5، فارس 3، نديم 4، أنطوني 6، يزن 3. المتابعة من عم بيحاول أنطوني، بيحاول يعمل فيك،
ولكن الدفاع قوي من جانكنز. برافو يا جان، والتسديده الحلوه من ابو كاس مصر، ولكن الريباوند موجود، الريباوند موجود، ومحمد موسى بيعمل دريب حلو ويدخل المنطقه. محمد بيمرر حلو لجان المنطلق من الخلف، واللي بيحصل على خطا، الخطا اول على فراس المصري. كان فكره كثير حلوه من محمد موسى، فكره حلوه من محمد موسى، ولكن هناك تايم اوت. اذا الخطا مو على فراس المصري انما على اللاعب رقم واحد انتوني بكر. اذا تايم اوت بيطلبه المدرب عثمان قبلاوي مدرب فريق الاتحاد. 24 الاتحاد 14. نحن نتابع معكم متابعين على قناه سوريا دراما النتيجه اولا باول في حال لم تكن ظاهره بشكل جيد على لوحة التسجيل. طبعا هناك عذر، فالارقام اللوحة صغيرة نوعا ما. اذا الخطأ بالفعل هو على فراس المصري. اذا نتيجة طبعا الارقام الصغيرة على لوحة الالكترونية لا تظهر بشكل جيد ربما على زاوية الشاشة. طبعا شكرا لزميلنا المخرج سامر لطوف الذي يحاول ان يقدم الصورة الامثل من صالة نادي الجلاء. 4:49 على نهاية ربع المباراة الثاني. 24 الاتحاد 14 الحرية. إذن جان كيلزي على خط الرمية الحرة. جان أول رمية، شو قصة نادي الحرية اليوم على الرميات الحرة؟ إهداء مستمر على خط الرمية الحرة، يبدو في رعب على هذا الخط. الرمية الثانية أيضا غير ناجحة، والريباوند موجود من أنتوني. أنتوني لسيبو، سيبو سيبو بيعمل دريب سريع، بيمرر لأنتوني، أوبن شوت لأنتوني باكر مع 3 بوينت، الكرة تتبع والمتابعة بول في استقبال، بيعمل دريب حلو الفاست بريك. بول لازالت الكرة معه، ينتظر قدوم اللاعبين بعد العودة السريعة لفريق الاتحاد. وسام مع 3 بوينت الاغا، الكرة بترتد وريباوند عند فراس المصري. الدخول والخطأ على محمد موسى، بلوكينج على محمد موسى بإشارة الحكم الدولي هيثم القوجي، وأعتقد سايد بول، سايد بول. إذا تبديل جديد لفريق الاتحاد، دخول 44 دياب الشواف متر 96 سنتيمتر 30 سنة، وخروج لنديم عيسى. سيبو قرجان، الكرة مع سيبو، سايد بول إلى مين؟ إلى فراس المصري. فراس لأنتوني، أنتوني ووكينج بالفعل، حكم هيثم القوجي موجود بالقرب من اللعبة. يبدو ما تمكن من الثبات على الأرض بشكل جيد أنتوني أثناء تنفيذ الفيك. إذا 24-14 لا زال الحرية صائم عن التسجيل، 3 نقاط فقط في ربع المباراة الثاني حتى الآن مقابل 10 نقاط. الاتحاد كان بده يغير النتيجة يا لؤي، لؤي اللي بيحافظ على الريباوند الهجومي، والكرة بتتد عند فراس. إلى يزن، يزن لأنتوني، أنتوني بيعمل دخول حلو ولكن ما تدخل. وبول، بول لوحده، بول لوحده تحت السلة، ولكن فراس المصري أغلق على المنطقة، أغلق على المنطقة بشكل كثير كبير. جان كيلزي مع 3 بوينت وغير ناجحة، غير ناجحة، لا زالت النتيجة 24-14. ما حدا عم بيعدل إلا سيبو، ما حدا عدل النتيجة إلا سيبو قرجان بهالأثناء. 26-14. لؤي ابراهيم الى محمد موسى، الحرية لا زال يبحث عن نفسه في هذا الربع، عم بيعمل دفاع حلو ولكن بالحالة الهجومية ما بينجح الا هالمرة عن طريق لؤي ابراهيم اللي بيسجل نقطته الرابعة حتى الآن، وبيرفع رصيد فريقه ل 16 نقطة مقابل 26 لا الاتحاد. دقيقة و 53 ثانية على نهاية ربع المباراة الثاني، والاتحاد لا زال يتقدم على الاتحاد بفارق 10 نقاط.
انتوني بيعمل اختراق حلو وبيسدد وبيسجل بشكل لايق كثير. حتى الان الحريه ما تمكن انه يعمل هجمات مرتده سريعه. عم نشوف في عوده سريعه للاعبي الاتحاد الى المنطقه، وهناك تورج عند اللاعب اعتقد 91. بالفعل و اعتقد هناك سايد بول لمصلحه الاتحاد. تجاوز عدد الاخطاء الشخصيه الان على الفريقين الخمس اخطاء. خروج لؤي ابراهيم ودخول يربانت جوكرجيان. يربانت مترين و3 سنتيمتر 41 سنه ما شاء الله عليه. محاوله من يزن بيسدد الكره غير ناجحه وريباوند عند جون كيلزي. جون لمحمد موسى، محمد موسى بيعمل اختراق حاله ولكن بفضل يمرر الى الخلف. شايفين العوده السريعه للاعبي الاتحاد الى 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 يربانت. هو يربانت، برافو يربانت. الثلاثيه الثانيه لهذا اللاعب، الثلاثيه بتحلي اللعبه 28-19. برافو يربانت ذكر الجيان. سبق انه هذا لاعب يتميز بثلاثياته. والشارج على انتوني بكر، شارج على انتوني والحيازه عرباويه. سبق وحكينا انه هذا لاعب ذكر الجيان لاعب كثير مهم لا سيما بالتسديد من خارج الاوست. حتى الان يربانت 8 نقاط واللاعب الاعلى تسجيلا بفريق الحريه. بينما اعلى لاعب تسجيلا بفريق الاتحاد هو انتوني بكر اعتقد 8 نقاط ايضا. انتوني بالفعل انتوني ايضا 8 نقاط. حتى الان يربانت ثلاثيتين وفريق الاتحاد بالكامل ثلاثيتين. وهالمحاوله الاختراق من بول ولكن التيرن اوفر جديد على الحريه. والباس الركي السريع لسيبو، سيبو بلاك شوت من وسام، بلاك شوت من وسام والووكينج على فريق الاتحاد. خلونا نتحمس شوي بعد ما بردنا مع الربع المباراه الثاني. كان بارد نوعا ما لا سيما في الدقائق الاخيره الفريقين توقفوا عن التسجيل لا سيما الحريه. 28-19 مصلحه الاتحاد مع دقيقه و20 ثانيه. شوف يا شوف يا قطع كره من يزن حريري سايد بول عرباويه. وسام الاغا مع 10 ثواني متبقيه على الهجمه. بول بيسدد الكره، بياخذ السكرين من يرفانت وبيخترق بشكل حلو الدفاع وبيسدد من بعيد ولكن هناك دفاع وخطا على فراس المصري. واعتقد هناك ثلاث رميات بالفعل فراس المصري وثلاث رميات حرة لبول في استخدام. شو حيعمل بول؟ حيسجل ولا لا؟ اذا دخول على ديار بكر وخروج لانتوني بكر. على ديار بكر لمتر 82 سنتيمتر 38 سنة. عم نشوف تبديل بفريق الحرية، دخول للاعب رقم 34 احمد حبش 19 سنة هذا اللاعب، متر 98 سنتيمتر. هذا اللاعب احمد حبش انتهى منذ يومين فقط او ثلاث ايام من امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتحق بتدريبات الفريق. هو واللاعب اعتقد محمود خانطوماني ايضا. بول الرمية الثانية ايضا غير ناجحة. يبدو فريق الحرية بحاجة لتركيز اكثر على الرمية الحرة. بول الرمية الثالثة ينجح بول في استقجان بفكر نحس وبيسجل النقطة رقم 2. 28-20 لمصلحة الاتحاد دقيقة تماما على نهاية الربع الثاني. دياب الشواق دياب بيسقط بشكل حلو لفراس، فراس بيحاول يعمل دوران لا بمرر لا وبياخذ ابن يزن حريري. فراس بيعمل دوران لا يزن، يزن على 3 بوينت يزن ولكن ترتد. والمتابعة تنتهي وقت الهجمة، تنتهي الهجمة الاتحادية والحيازة العرباوية. الحيازة العرباوية و42 ثانية. هل هناك خطأ أم ماذا؟ الخطأ على لاعب رقم 12 إذن، الخطأ على لاعب رقم 12 إيرفان جوكرجيان خطأ مصلحة الاتحاد. وتوشات لدياب الشواخ صاحب القميص رقم 44. دياب على خط الرمية الحرة، دياب أول رمية ناجحة. اه
اول نقطه لدياب. يلا التسديده الثانيه لدياب اي لكن غير ناجحه، والمتابعه من سيب اول مره وثاني مره. شو هاللاعب هذا؟ شو هاللاعب اللي كنا عم نحكي عنه؟ اللاعب المختص سبيشال ريباوندر، سبيشال اوفنسيف ريباوندر، اللي هو مين؟ هو سيب وقرجان. يمكن اكثر لاعب بيعمل ريباوند هجوم. ناطرين الاحصائيات. المحاولة ولكن تيرن اوفر على فريق الاتحاد. يزن حريري بالتاكيد يزن غير راضي على اهدار هي الكرة. 25 ثانية على نهاية ربع المباراة الثاني. 9 نقاط لمصلحة الاتحاد. يرفانت يرفانت ما بياخذ الاوفر شوت. بيستلم الكرة وسام، يلا يا وسام، وسام بيعمل اقتراء كثير حلو ولكن بفضل الكوسة والاقتراء والنقطتين الحلوين من احمد حبش. برافو يا حبش، برافو يا حبش، واول نقطتين لهذا اللاعب. علي دربكر علي 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 علي، والمتابعة وتنتهي. اذا متابعينا 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 تنتهي ينتهي ربع المباراة الثانية والشوط الاول بتقدم الاتحاد على الحرية ب 29 نقطة مقابل 22. طبعا قبل ان ننتقل الى استوديوهاتنا في التربية السورية سنلتقي مع الحكم الدولي الكابتن هيثم القوجة، مدربنا الحكم الدولي العامل في الامارات واللي حضر لارض الوطن في